حبيب الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر بيها رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك يا حبيب الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأصحابه وعلى ذريته نبينا وقدوتنا وحبيبنا وحبيب الله إلى يوم الدين. نستكمل ما كان من أمر غزوة الخندق ونقول إن الشقاق بدأت بوادره في الظهور بعدما فعله نعيم بن مسعود، وبدت الأمور وكأنها في طريقها إلى خلاف كبير بين قريش وأتباعها. سيدي خالد بن الوليد، أراك شارداً الليلة، فيما تفكر يا قائدنا؟ أفكر في أمر أتباع محمد، إنهم يقاتلون بشراسة دفاعاً عنه ويفضلون الموت على تركه أو الخسارة في المعركة. ربما يمنحهم محمد الغنائم، أو كما يقولون هو ساحر يسيطر على عقولهم بسحره. كلا هؤلاء يدافعون عن محمد من أجل أمر آخر، أمر يجعلهم يضحون بحياتهم من أجل يا قوم، أنتم بنو غطفان أهلي وعشيرتي، وجب علي أن أخبركم بما حدث. ما الخطب يا نعيم؟ يبدو أن أمراً ما يدبر بين قريش وبني قريظة ومحمد، وستدفع بنو غطفان وغيرها من القبائل ثمنه. وما هو هذا الأمر؟ لقد سمعت أن بني قريظة تراجعت عن حرب محمد، وأنها ستطلب رهائن من قريش وبني غطفان لاستمرارها في حرب محمد، وأن قريشاً أرسلت عكرمة بن أبي جهل إلى كعب بن أسد، يرفضون أن يتركوا رهائن من عندهم، ويعرضون أن تكون الرهائن فقط من بني غطفان. ماذا؟ رهائن؟ إنها خيانة، هل يسلموننا إلى بني قريظة؟ أجل، وقد تسلم بنو قريظة
رهائن بني غطفان إلى محمد حتى تكسب وده، ونصبح نحن في بني غطفان رهائن لدى محمد. إنه لأمر خطير، لذلك أرى أن ننتظر حتى يعود وفد قريش من عند كعب بن أسد، وعندها نتخذ ما نراه مناسبا لنا. ماذا بك يا أبا سفيان؟ أراك شاردا صامتا. لو صدق ما حدثنا به الرجل من أمر بني قريظة لبات الأمر كارثيا، وربما خسرنا كل شيء. لا أعتقد أن الرجل صادق يا أبا سفيان، فاليهود ليسوا على وفاق مع محمد، وستقف بنو قريظة بجوار بني جلدته. عندما يأتي عكرمة ورفاقه من عند كعب بن أسد القرظي سنعلم كل شيء في عينه. لذا فقد أرسلنا أبو سفيان إليك لنخبرك أننا قد قررنا اقتحام الخندق ومهاجمة يثرب غدا، فما قولك؟ ولكن يا عكرمة، هناك بعض الأمور التي ينبغي أن نتناقش بشأنها. أية أمور يا سيد بني قريظة؟ غدا هو يوم السبت، ونحن كيهود لا نقاتل يوم السبت، هكذا أمرنا ديننا. كما أن ماذا أيضا يا سيد كعب؟ اسمع يا سيد عكرمة، سأصدقك القول. نحن قوم ضعفاء، لا قبل لنا بمحمد والمسلمين، وعندما تنتهي الحرب سيأخذنا محمد وأتباعه دون رحمة أو شفقة. لذا وددت لو أن ماذا يا كبير بني قريظة؟ أقول إننا يجب أن نأمن شر محمد، ولن نأمن شره إلا إذا أبقينا معنا عددا من أشراف قريش وغطفان وبني النضير وغيرهم حتى نصل مع محمد لتسوية الماء. رهائن؟ أتريد أن تحتجز رهائن من أشراف وسادة القبائل والأحزاب؟ يا سيد عكرمة، لا تسميها هكذا، لنقل إنهم ضمان أمن فقط. واللات والعزى، لا يحدث هذا أبدا، وستدفع ثمن ما قلته غاليا يا سيد بني قريظة. هيا يا رجال، لقد انصرفوا غاضبين، إنه لأمر خطير. صدق نعيم بن سعود فيما قال، هم يريدون منا الحرب بلا ضمان لنا، فقط نحارب حتى ينتصروا هم ويحصدوا المكاسب والغنائم، ونحصد نحن عداء محمد والمسلمين. هل علمتم ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ تواترت الأنباء أن خلافاً قد نشب بين قريش وبني النضير من ناحية، وبني قريظة من ناحية أخرى، وأن عكرمة بن أبي جهل ترك منزل كعب بن أسد غاضباً متوعداً. إذن لقد نجح نعيم بن مسعود، وبدأت بوادر الشقاق بين المشركين. هيا بنا نذهب لملاقاة رسول الله والاستماع إليه. إذن لقد صدق الرجل وخدعتنا بنو قريظة، فلتذهب بنو قريظة إلى الجحيم. لدينا ما يكفينا من مال وعتاد ورجال، فلنغر على محمد الآن ونصفي حسابنا مع بني قريظة فيما بعد.
ما هذا؟ سيدي أبا سفيان، عدد من الرجال يودون مقابلتك. فليدخلوا. ماذا يحدث؟ يا أبا سفيان، نحن من قبيلة بني غطفان، وما جئنا إلى هنا إلا لنصرتكم ونصرة القبائل. لكننا لا نقبل أن نكون رهائن لدى الآخرين، أو نباع كالجواري والعبيد من أجل تحقيق مصالح البعض. تبا لك، أشعر أن في الأمر شيئا ما. أنت تعلم ما أقصده يا سيد عكرمة، فأنت آت توا من عند كعب بن أسد، فهل تخبرنا ماذا حدث وماذا طلب منك؟ بحق هبل، ماذا يحدث؟ كانت الأمور كلها تصب في مصلحة المسلمين، فها هو الشقاق والخلاف يدب بين حلفاء الأمس، وبدا وكأن جيش الأحزاب المشركين يتعرض للتفكك والانشقاق. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ إنها عاصفة عادية. أيها الرجال، تجمعوا في مكان واحد، تماسكوا. كل شيء ينهار من حولنا يا أبا سفيان. الغياب تطير، والسفور تنهار. ماذا حدث؟ ما هذه الكارثة؟ اثبتوا أيها الرجال، اثبتوا. يا لها من ريح. يا معشر المسلمين، لا تجدعوا، فإن الله يؤيدكم بجنود لم تروها، وإن هذه الريح ستكون وبالا على المشركين. فادعوا الله، إن الله بعباده بصير. يا معشر المسلمين، وهدأت الريح وانقشعت الغيوم وعادت الأمور إلى طبيعتها، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في المسجد من أجل مهمة محددة باتت شديدة الصعوبة إلا على قلب مؤمن عامر بالإيمان وحب الله ورسوله. ولما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في المسجد قال لهم: ألا رجل يأتيني بخبر المشركين يقوم معي يوم القيامة؟ كانت المهمة التي يريدها رسول الله تنطوي على مخاطر جسيمة، فهو يريد رجلا يذهب ناحية المشركين ليأتي له بأخبارهم بعدما حدث البارحة من رياح وعاصفة وأمطار. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يقوم معي يوم القيامة؟ فنظر عليه الصلاة والسلام تجاه حذيفة بن اليمان وقال: يا حذيفة، ائتني بخبر القوم ولا تحدثنا شيئا حتى تأتينا. لبيك يا رسول الله، سأتيك بالخبر لأخيك.
وخرج حذيفة إلى معسكر المشركين لمعرفة أخبارهم كما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سرتك رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا،